السلام عليكم. ننتقل وياكم اليوم إلى محاضرة السادسة واللي تتضمن Properties of Mixture Solutions, Suspension and Colloids. سبق أن تحدثنا عن المترز وقلنا أن المتر يما تكون على هيئة Pure Substance، والPure Substance ممكن تكون بهيئة Elements أو Compounds. زين، وقلنا النوع الثاني للمترز انه تكون على هيئة ميكستشرز، والميكستشر باختصار قلنا هو يتألف او يتكون من يعني اختلاط two substances or more، والارتباط هذا راح يكون فيزيائي وليس بالكيميائي كما هو موضح امامكم بالمخطط بالسلايد القادم. طبعا كثير من الامثله على الميكستشرز الموجوده بحياتنا اليوميه واللي لا حصر لها. ابسط الامثله هو الاير، مثل ما نعرف انه الهواء هو عباره عن مزيج من الغازات، كذلك عندنا السي ووتر، الكرود اويل وغيرها من المخاليط اللي موجوده في حياتنا اليوميه. بالنسبة للأطوار الفيزيائية أو الحالة الفيزيائية للمواد المكونة للخليط، ممكن أنه يكون الخليط مالتي مكوناته هي كلها من نفس الحالة الفيزيائية، أو قد تكون بأكثر من حالة فيزيائية. إحنا نعرف أن الحالة الفيزيائية لأي مادة ممكن إما أنه تكون solid أو liquid أو gas. الجدول اللي أمامكم ده يوضح لي الأنظمة أو بصورة عامة الفيز ميكستشر سيستم، ومثل ما هو موضح أمامكم كل نظام قدامه example أو more than one example. هذا الـ يعني الجدول هو ليس للحفظ وإنما فقط للاطلاع حتى يوضح لكم إنه أنا السيستم مالتي ممكن يكون غاز غاز، ممكن يكون يعني liquid غاز، ممكن يكون غاز liquid or liquid liquid solid liquid solid solid. باختصار مثل ما دا تشوفون قدامكم انه هذا السيستم مالتي دا يوضح، اذا ينطيني فكرة انه انا الميكستشر يا يعني اما تكون مكوناته يعني من سيستم واحد حالة فيزيائية واحدة، او قد تكون اكثر من حالة فيزيائية. نجي هسه على types of mixture. طبعا الميكستشر يا اما يكون هوموجينيوس او يكون هيتروجينيوس. من اقول هوموجينيوس بمعنى انه الخليط مالتي تكون كل مكوناته تعطيني شكل واحد، يعني انا ما اشوف يعني اشوف قدامي كانه one material، لا اشوف قدامي ماده واحده، لكن بالحقيقه هالماده هي عباره عن خليط من عده مكونات. زين، إذن أنا أول فقرة تميز للهوموجينيوس ميكستشر إنه uniform composition. زين، الفقرة الثانية إنه راح تكون عبارة عن طور واحد. طبعاً أنا هنا من أقول one phase ماذا أقصد الحالة الفيزيائية؟ لا، وإنما ماذا أقصد إنه الـ يعني الـ الشكل العام للخليط اللي أمامي. يعني أنا إيش مثلاً، خلينا نقول اليوم عندي يعني محلول سكر. محلول السكر اذا اجي عليه بالحقيقة عبارة عن ليكويد وسوليد. السكر اللي هو راح يكون سوليد، والمي اللي هو راح يكون ليكويد. من اذوب السكر بالمي راح ينتج عندي سائل، حالة سائلة ما اشوف جزيئات السكر. هنا انا صار عندي هوموجينيوس ميكستشر. الشكل العام الطور العام إله دي يبين عندي انه انا عندي مادة سائلة، لكن هي بالحقيقة دي تتكون من مؤلف صلب ذائب في المؤلف السائل. طبعا الجزيئات للهوموجينيوس ميكستشر تكون small particles، وايضا تكون متساوية بالتوزين. أمثلة على الهوموجينيوس ميكستشر عندي salt water solution، iodine fingers اللي هو محلول الخل، وعندنا الستانلس ستيل. الستانلس ستيل أنا أشوفه كله هو عبارة عن كأنه مادة معدنية واحدة، لكن هي بالحقيقة عبارة عن mixture of iron, chromium and nickel. طيب، إذا على خلاف الهوموجينيوس ميكستشر عندي النوع الثاني اللي هو الهيتروجينيوس ميكستشر. من اسمه مزيج غير متجانس. اذا بما انه هو غير متجانس اذا راح يكون not evenly mixed more than one phase. يعني من اجي على
خليط قداني أشوف كأنه عندي أكثر من مادة، ما أشوف أنه أنا عندي عبارة عن مادة واحدة مثل ما وضحت لكم قبل شوي. أنا من أقصد هنا الفيز مدى أقصد الحالة الفيزيائية، وإن مادة أقصد الشكل العام إلي. البارتيكلز مالتي هنا راح تكون ما متوزعة بانتظام، أحجامها كبيرة. وطبعا بالنسبة للهيتروجينيوس ميكستشر يكون من السهولة أنه أنا أفصل مكوناته بالطرق الفيزيائية، يعني ما أحتاج طرق صعبة مثل ما بالهوموجينيوس حتى أفصل المكونات مالته. طبعا الأمثلة عليه بحياتنا اليومية هواي شايفين احنا هيتروجينيوس ميكستشر، مثلا الـ يعني الـ من السلطة عندنا الـ يعني اذا خلطنا عدد من الأحجار، كذلك عندنا الحبوب، الحلوى وما شابه من الأمثلة عليه. اذا احد انواع الميكستشرز انه اني يكون عندي الميكستشر ممكن يكون ليكويدز. زين هنا الليكويد اذا كان الميكستشر مالتي هوموجينيوس او هيتروجينيوس ممكن انه ينطيني انواع مختلفه من الميكستشر اوف ليكويدز. اول نوع من الميكستشر اوف ليكويدز هو السوليوشن. السوليوشن المحاليل نعتبرها عبارة عن مخاليط متجانسة homogeneous mixture وتتألف من solute وsolvent. عادة السوليوت هو المادة اللي قد تكون صلبة، قد تكون سائلة، وقد تكون غازية. أما السولفنت فهو دائما يكون سائل. هنا السوليوت راح يذوب بالسولفنت ويطيني بالنهاية بعد الذوبانية راح أشوف أنه الميكستشر مالتي راح يكون على هيئة ليكويد. طبعا كل ما زادت كمية السوليوت بالسولفنت راح ينطيني تركيز يعني مختلف للسوليوشن. يعني أني أذا ضفت السوليوت والسوليوت كله ذاب بالسولفنت، هنا السوليوشن مالتي راح أعتبره unsaturated solution، يعني محلولي غير مشبع. زين إذا ضفت كمية السوليوت وذابت بالسولفنت وبعد الذوبانية أشوف أنه بقت كمية قليلة عندي غير قابلة للإذابة، إذا هنا راح يصير عندي المحلول مالتي saturated، يعني محلول تشبع بالمذاب وبعد ما أحتاج أنه أني أو ما أقدر أنه أذوب السوليوت. زين إذا هنا لا السوليوت مالتي أشوف انه كل ما اضيف واحرك ما راح يتجانس مع السولفنت وراح يرجع يترسب يكون لي كميه كبيره من السوليوت يعني قاره الاناء مالتي. هنا راح اعتبره سوبر ساتوريتد سوليوشن، يعني المحلول مالتي راح يكون انستابل وراح تتكون البلورات السوليوت في داخل المحلول، واعتبره هنا التركيز جدا عالي. طبعا درجة تحلل المذاب بالمذيب وقابليته على الامتزاج مع المذيب بشكل متجانس راح اسميها مصطلح السوليبوليتي. فاذا هناني يعني هنا اذا السولفنت كانت الى قدرة كبيرة على اذابة السوليوت بسرعة وبسهولة اعتبرها هاي سوليبوليتي، وبخلافه اذا انا السوليوت مالتي ما كان الا القدرة انه يذوب بالسولفنت الا بعد اضافة عوامل مساعدة او تغيير الظروف الفيزيائية، فهنا انا راح اعتبرها لو سوليبوليتي. اذا اكو عدة عوامل تأثر على درجة الذوبانية، من هذه العوامل هي طبيعة the nature of solute and solvent، يعني طبيعة كل من المذاب والمذيب. فهنا أنا يعني الخصائص الفيزيائية راح تحدد قابلية ذوبان المذيب بالمذاب. زين العامل الثاني اللي هو temperature، درجة الحرارة. هنا ويمكن تحدثنا عنها بالعملي
انه قلنا ممكن مرات نرفع درجة الحرارة حتى الحرارة وكذلك الحركة حتى انه اقدر اساعد على سهولة ذوبان السوليوت بالسولفنت. طبعا لكل قاعدة شواذ، انا يعني اغلب المواد خاصة الصلبة بارتفاع درجات الحرارة نشوف انه راح تزيد قابلية الذوبانية. طبعا ارتفاع درجة الحرارة للسولفنت، لكن الغازات بحالة الغازات نشوف انه عند ذوبانها بالسولفنت راح تقل قابلية ذوبانها عند درجات الحرارة العالية. زين، العامل المؤثر الثالث اللي هو البرجر، وطبعا البرجر بما انه ضغط اذا انا ما معناته انه عندي هنا شنو غازات، فهنا راح يأثر لي على ذوبانية الغازات بالمذيبات السائلة. طبعا كل ما زادت الضغط عندي كل ما اشوف انه السوليبلتي للغازز راح يزيد. طيب اذا نرجع لطبيعة السوليوت والسولفنت، اكو قاعدة عامة تقول like dissolve like، بمعنى شبيه يذوب الشبيه، يعني لازم تكون الخصائص الفيزيائية لكل من السوليوت والسولفنت متماثلة او متشابهة. يعني لما اقول انه السولفنت مالتي بولر فلازم يكون السوليوت ايضا بولر، مثل ايش؟ مثل عندي ذوبان الايثانول السولت الشجر بالووتر، اذا الووتر هو بولر سولفنت فاحتاج الى بولر سوليوت حتى يقدر يذوب بالووتر. ايضا اذا كان عندي السولفنت مالتي نون بولر اذا انا احتاج الى نون بولر سوليوت حتى اقدر اذوبه بالسولفنت، مثال عليه انه يذوب عندي الايودين بالكربون تتراكلورايد او بالغازولين او البنزين، يعني كل من الكربون تتراكلورايد والغازولين والبنزين هي عباره عن نون بولر سولفنت. مثال على السوليوت اللي هو نون بولر مثل الايودين. طيب ننتقل الى الالكترولايتس. طبعا الالكترولايتس من ينتج؟ ينتج اذا في حال ذوبان مواد او يعني كومباوندز معين بالماء، عند ذوبان هذه المركبات راح تتكون عندي ايونات، مثلا من عندي يذوب ال NaCl الملح ملح الطعام بالماء راح يكون ايون الصوديوم وايون الكلورايد. طيب طبعا هنا زيادة الايونات بمحاليلها، خاصة احنا مثلا عندنا بالنسبة للهيومن، بالهيومن عندنا البلازما، بالبلازما اللي هو يعتبر سائل الدم واللي بيه المكون المائي واللي تذوب بيه معظم المكونات الذائبة اللي بداخل الجسم، سواء المركبات البروتينية الالكترولايتس والمواد الدهنية وإلى آخره من المكونات. هنا حديثنا احنا عن الالكترولايتس، الالكتروليتات اذا زادت عن الحد المسموح به او قلت عن الحد المسموح به هنا راح يكون لها تأثير على الصحة، ولذلك هنا استخدموا المحاليل الالكتروليتية والمحاليل الغير الكتروليتية حتى يفهمون خصائص ويوضحون خصائص المحاليل، الخصائص الفيزيائية للمحاليل اللي يستخدموها خلال عمليات الأسموزيس والديليسيس. طبعا مثال على الأيونات اللي تهمنا يعني تهم صحتنا واللي يحتاجها جسمنا بأثناء يعني العمليات المختلفة اللي تحدث داخل الجسم، مثلا عندي الشوارد اللي هي الصوديوم أيون الصوديوم أيون البوتاسيوم هنا واللي تساهم بالانتقالات العصبية، كذلك عندنا أيون الكالسيوم اللي يساهم بعمليات تخثر الدم وكذلك التقلصات العضلية وغيرها من المهام والأيونات اللي يحتاجها الجسم. بالنسبة للأرينوس ثيوري أوف الكترولايتس أو الأيونيك ثيوري، هنا أرينوس افترض أنه المواد الصلبة الالكتروليتية أو الأيونيك كومباوندز هي عبارة عن مركبات تتكون من ارتباط أيونات مع بعضها البعض، هالأيونات الكاتيونز والأنيونز اللي مكونة إلها راح ترتبط وتنجذب مع بعضها البعض بواسطة قوى الكتروستاتيكية. زين، هذا الالكتروليتات او المواد الايونيك كومباوندز لما تذوب بالمذيب راح هاي القوه اللي تربط ايونات المكونه الها يعني قوه الالكتروستاتيكيه راح تضعف
وبالنهاية راح تؤدي إلى تحلل وتفكك الأيونات عن بعضها البعض وذوبانها بالمذيع. زين، عندنا مصطلح هنا اللي هو الهايدريشن. هنا الهايدريشن لما جزيئات الماء تبدي تسوي دي كلوز اسوسيشن للايون، هنا الايون ايش راح نصيح له؟ راح نسميه بالهايدريت ايون. زين، هنا حسب نظرية أرينوس شي يقول؟ يقول انه مجموع يعني توتال نمبر، المجموع الاجمالي او المجموع الكلي للايونات اللي تتكون الكل مول من الالكتروليت راح تعتمد على الكيميكال فورمولا للالكترولايت، يعني الالكترولايت كومباوند. زين شلون؟ هسه نشوفها بالجدول القادم. طبعا هذا الجدول هو للاطلاع مو للحفظ، بس اللي اريدكم تفهموا لي الفكرة، يعني الفكرة العامة اللي على أساسها ممكن أنه أنت تحل السؤال. إحنا شقلنا؟ قلنا قبل شوية أنه حسب نظرية أرينوس أنه المجموع الكلي للمجموع الكلي للأيونات اللي متكونة يعني الكل مول من الإلكتروليت قلنا تعتمد على من؟ على الكيميكال فورمولا. زين، هسا إحنا لو ناخذ الكيميكال فورمولا فرضا لملح التعامل NaCl، لما NaCl يتفكك بالماء ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني الكاتيون والانيون المكون إليه اللي هو الايون الصوديوم وايون البوتاسيوم. اذا انا هنا كم الكترولايت ايون موجود عندي؟ عندي 2 الكترولايت ايون، اضربها في عدد افوكادرو اللي هو يمثل لي 1 مول، راح يطلع لي مجموع النمبر اوف ايونز ان 1 مول اوف الكترولايت. زين، كذلك بالنسبة للKNO3 عندي 2 ايونز هنا، بالنسبة للCaCl2 3 ايونز، NA3BO4 هنا نشوف كم ايون عندي، يعني شوف عندي 3 ايونات صوديوم كل واحد منهم راح يتأين، كذلك عندي هنا بالنسبة للBO. زين، هسا ننتقل وياكم نوع آخر من الميكستشر واللي ما يسمى بالكولايتس and suspension. زين، الكولايتس اللي هي تمثل لي الغرويات، طبعا الغرويات تعتبر يعني عبارة عن homogeneous mixture، مخلوط متجانس، لكن هو ما يعتبر solution، تكون الدقائق مالته أكبر من الدقائق اللي موجودة بالمحاليل واللي هي عادة تكون more than 10^7 إلى 10^5 سنتيمتر، وكذلك يعني هذا الـ يعني الدقائق مالت المخلوط نشوف إنه تكون بارزة، يعني أنا دا أشوف إنه المخلوط متجانس، بنفس الوقت أحس إنه الطور مالت الفيز اللي موجود بيه أو الستيت اللي موجودة بيه مختلفة عن السوليوشن. إذا هنا أنا ما تصير عندي عملية إذابة، وإنما تصير عندي انتشار دقائق، يعني انتشار مادة مع مادة أخرى، فهنا راح تكون الدقائق مالت الغرويات أكبر من دقائق المحاليل وأصغر من دقائق العوالق، وراح يكون عندي الميكستشر مالتي يتكون نتيجة انتشار هذه الدقائق أو المواد المنتشرة داخل وسط الانتشار. زين، السسبنزيشن اللي هو العوالق، العوالق تكون هيتروجينيوس ميكستشر، إذا هي مو هوموجينيوس ميكستشر، وإنما تكون مخاليط غير متجانسة، جزيئاتها تكون أكبر من الدقائق المكونة للكولايتس وللسوليوشن، وهذه السسبنزيشن تكون يعني ممكن أنه أشوف الدقائق بعيني، وكذلك ممكن أحيانا أنه تترسب بأسفل الإناء، ممكن أنه أني أرشحها وأفصل بينها وبين المكون الآخر للميكستشر. إذن هي تكون يعني stall out of media and can be filtrated. طيب، هسه نجي على خصائص كل وحده بيهم. نجي اول شيء على خصائص الكولايتس. بالنسبه للكولايتس نشوف انه المحلول مالتي ما راح يتقسم الى طبقات، يكون اشبه بالمحاليل من هذه الناحيه، يعني هو ما يكون كلير مثل المحلول، لكن بنفس الوقت not separated into layers. الدقائق مالته على الرغم من كبر حجمها، لكن ما ممكن انه اني يعني افصلها عن الوسط الاخر بواسطه عمليه الترشيح.
تكون لها القابلية على تشديد الضوء. زين، هسه أنا من أجي يعني أباوع بين الكولايس والسسبنسيشن، أشوف أنه هما يتماثلون من ناحية الكلاودي أبير، اثنينهم يشبهون السوليوشن من هالناحية، لكن بنفس الوقت الكولايس تشبه السوليوشن من ناحية أنه أنا ما أقدر أنه هي ما مفصولة إلى طبقات، لكن السسبنسيشن أشوف أنه الميكستشر مالتي عبارة عن more than one layer. بالنسبة لخصائص السسبنسيشن العوالق، احنا قلنا هو المزيج مالتي يكون هيتروجينيوس، بما انه هيتروجينيوس اذا انا اتوقع انه يعني تكون طبق يعني متكون من عدة طبقات، ما يكون عبارة عن طبقة واحدة. ممكن انه افصل الدقائق مالته بواسطة عملية الفلترة، كذلك انه الجزيئات مالته او الدقائق المكونة له تكون كبيرة جدا مقارنة بالمحاليل والغرويات، يعني الكولايتس والسوليوشن إلها القابلية أنه أيضا تشتت الضوء scatter of light مثلها مثل الكولايتس بسبب كبر حجم دقائق السسبنسيشن والكولايتس عن المحاليل. نتيجة لخواص الكولايتس والسسبنسيشن، هنا أنا ممكن أنه تكون إلها مجموعة من الخواص الفيزيائية، واحدة من هذه الخواص الفيزيائية اللي هي ما يسمى بالتندل إفكت. التندل إفكت هي ظاهرة، هذه الظاهرة تحدث أنه يصير عندي تشتت للضوء، يعني أنا عندي حزمة الضوء هي حزمة مستقيمة، هنا أنا هذه حزمة الضوء لما أمررها على السوائل اللي تكون بشكل عوالق راح أشوف أنه الضوء مالتي راح يتناثر، ما راح يمر بشكل مستقيم. أول من وصف هذه الظاهرة هو جون تندل، ولذلك سميت بالتندل إفكت، يعني سميت الظاهرة باسمه. زين، هذه الخاصية تعتبر هي optical property of collides، خاصية في يعني من نوع optical، تحدث نتيجة حجم دقائق الكولايتس، وايضا ممكن انه تحدث كذلك بالسسبنسيشن ايضا بسبب حجم الدقائق مالته، واللي راح تؤدي الى انه يعني تبعثر أو تناثر الضوء بدل من أنه هي تعكس الضوء. زين، بالنسبة للتندل إفكت ممكن أنه أني ألاحظها إذا في حال يعني مثلا مررت حزمة الضوء خلال سوائل، هذه السوائل على سبيل المثال لو أخذنا مثلا محلول غروي، أخذنا محلول وأخذنا مادة غروية ومادة عالقة ومررت حزمة الضوء، راح ألاحظ الفرق بكل وحدة منهم، يعني عند مرور الضوء على كل مكون مزيج من عندهم سواء بالمحلول أو بالمادة الغروية أو بالمادة العالقة. وطبعا هذا الظاهرة أو التأثير راح يتأثر ب density of particles و يعني حجم الدقائق وكذلك كثافتها، وأيضا ممكن أنه يتأثر ب frequency of light beam، يعني التردد مال حزمة الضوء وطولها الموجي. نقدر نشوف هذه الظاهرة بحياتنا الطبيعية لما يكون عندنا ضباب ومرر عليه ضوء بواسطة الهيدلايت، أشوف أنه شلون يتناثر أو يتشتت عندي الضوء خلال الضباب، وهذا هو ما يسمى بالتندل إفكت. الصورة توضح التندل إفكت بكل من المحاليل والغرويات والعوالق. طبعا أشوف كل ما كبر عندي حجم الدقائق كل ما تتناثر عندي حزمة الضوء أكثر، يعني التأثير مبين بالسسبنسيشن وبالكولايد أكثر مما هو يعني بالسوليوشن، ما مبين عندي أي تناثر للضوء إنما يحدث عندي انعكاس، لكن في حالة الكولايد والسسبنسيشن لا أشوف إنه الضوء مالتي راح يتناثر. هذا هو يعني توضيح للتندل إفكت اللي حكينا عنه قبل شوية. الظاهرة الثانية اللي ممكن تحدث بالغرويات اللي هي البراونن موشن، الحركة البراونية، واللي هي تتمثل بأنه الجزيئات أو الدقائق اللي موجودة بالفلويدز أو الكولايتس راح تتحرك حركة عشوائية أو تتنقل بشكل عشوائي، وهذا راح يحدث نتيجة التصادمات اللي مستمرة اللي تصير بين الدقائق. طبعا أول من لاحظ هذه الخاصية
الغرويات واللي هي تعتبر خاصية حركية كاينتك بروبرتي، هو العالم عالم النبات روبرت براون. هنا فسروا انه هذه الظاهرة راح تحدث نتيجة التصادم المستمر والغير متكافئ للدقائق والجزيئات مع بعضها البعض داخل الفلويدز. الحركة البراونية اللي تحدث بالغرويات ممكن انه طبعا تلاحظ من خلال المجهر الضوئي باستخدام المجهر الضوئي، وراح تتأثر بعدة عوامل. هذه العوامل اللي يعني تكون يعني بمجملها هذه العوامل راح اللي هي تعيق لي حركة الجزيئات وتصادمها خلال السوائل. وعليه كل ما كبر حجم الجزيئة كل ما يعني هذه الظاهرة أو الحركة البروانية راح تكون ضعيفة، وبالتالي يعني أنه نتوقع مع كبر حجم الدقائق ما راح تحدث الحركة البروانية. مثال على الحركة البروانية هو انتشار السوائل. طيب السؤال اللي يطرح نفسه هسه أنه ليش الدقائق الغروية أو دقائق المادة الغروية راح تبقى موجودة بالفلويدز على الرغم من التصادمات اللي تحدث نتيجة الحركة البروانية؟ طبعا هنا بهذه السوائل المواد الفلويدز أو الليكويدز هنا الدقائق اللي يكون إلى صفة المزيج الغروي، الدقائق الغروية راح تكون محاطة بكمية أو طبقة كبيرة من محلول السولفيشن يعني السولفنت اللي موجود عندنا. فإذا كان السولفنت أو يعني خلينا نقول طبقة الانتشار هي عبارة عن ماء، بهاي الحالة كما يعني مثل لما نيجي على البروتينات اللي موجودة بالبلد، احنا نعرف ان البلد بجزء خلوي ومكونات الدائبة في الماء او البلازما الدم. من ضمن هذه المكونات الدائبة هي البروتينات. زين هنا البروتينات جزيئات البروتينات اللي موجودة بالدم راح تكون عدد كبير من عدها محاطة بجزيئات الماء، وهذه الجزيئات الماء راح تمنع تصادم أو خلينا نقول تمنع أنه الجزيئات الغروية من أنه تتلامس مع بعضها أو تتصادم مع بعضها البعض. زين هنا راح تشكل لي طبقة حماية. زين في حالة السوائل هنا بسبب انه المساحة السطحية يعني بحالة الغازات والسوائل بسبب المساحة السطحية الكبيرة لها راح تكون يعني الجسيمات الغروية مشحونة بشحنة ثابتة. يعني على سبيل المثال ممكن انه اني الدقائق الغروية اللي موجودة بالميكستشر مالتي تصبح كلها مشحونة بشحنة سالبة. ايش وقت لما يعني اذا واجهت جزيئات اخرى لها نفس الشحنة هنا بهالحالة كأنه انا ايش راح يصير عندي؟ بما انه اني الجسيم اللي دي قابلها هو سالب الشحنة وهي راح تنشحن بشحنة سالبة، فراح يحدث عندي تنافر، بالتالي ما راح يبدي يصير عندي تصادم فانشتت الحركة البروانية اللي تحدث او نعيقها. وهذا هو اللي راح السر اللي يخلي انه الكولايتس بارتيكلز تبقى محافظة على نفسها على الرغم من التصادمات اللي تؤدي الى حدوث الحركة البروانية. الجدول اللي موضح امامكم هو دا يبين لي خلاصة ولكل من السوليوشن الكولايس والسسبنس شنو، بنفس الوقت هي مقارنة بين يعني المخاليط او يعني الثري تايبس اوف ميكستشر، ده يوضح لي الفرق بين كل مصطلح بيهم. طبعا يعني الجدول هو انت ممكن انه تحفظه وممكن انه ما تحفظه بالنص، لكن المعلومات تجمعوها من السلايدات اللي وضحناها قبل قليل. بما انه تحدثنا عن السوليوشن اذا هنا راح نوصل الى مفهومين، الاول اللي هو الانتشار ديفيوجن والاخر اللي هو التناطح الاوزموسيس. بالنسبة للديفيوجن طبعا الديفيوجن هو يعرف بانه اني راح يكون عندي انتقال او تحرك لجزيئات السوليوت المذاب من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطئ.
طبعا الحركة العشوائية هي اللي راح تقود إلى حدوث يعني الديفيوجن، الانتشار. العوامل اللي تأثر لي على الديفيوجن هي طبعا راح تعتمد على الكاينتيك انرجي للبارتيكلز اوف سوليوت، على التشارج، وكذلك الماس اوف مولكيولز. لما يكون التوزيع عندي لدقائق او جزيئات المذاب توزيع متساوي، هذا راح يوصلنا الى حدوث حالة الإكوليبريم او التوازن. المصطلح الثاني اللي هو أوزموزز، اللي يمثل التناضح. والتناضح نقدر نعرفه بأنه هو انتشار أو انتقال جزيئات الماء عبر غشاء نصف نافذ من منطقة ذات محتوى مائي عالي، يعني مناطق التركيز الواطي، إلى منطقة ذات محتوى مائي واطئ، يعني مناطق التركيز العالي، يعني عكس الديفيوجن. طبعا دائما السولفنت هنا هو الووتر، والسوليوت ممكن يكون جلوكوز، ستارش، حسب المكونات اللي موجودة داخل جسم الإنسان فيما إذا نتحدث عن الجسم. بالنسبة للسيمي بريميبول ممبرين، الأغشية النصف نافذة، هي يعني هذه الأغشية راح تسمح فقط بمرور السولفنت اللي هو الماء، وما تسمح للجزيئات الكبيرة اللي هي السوليوت بصورة عامة. احنا نعطينا امثلة هنا مثل الجلوكوز او الستارش، ممكن يكون جزيئة اخرى حسب يعني المحلول اللي موجود عندي، راح تسمح فقط بمرور الماء. لذلك من عرفنا الأزموزس عرفنا على انه هو حركة الماء من مناطق التركيز الواطي الى مناطق التركيز العالي، وما قلنا حركة السوليوت. حتى تحدث عملية التناضح، احنا نحتاج الى قوة مؤثرة تؤدي الى حدوث عملية التناضح، واللي هي عادة تتمثل بالأوزموتيك بريشر. طبعا احنا العملية شرحناها قبل شوية، من عرفنا الأوزموزز قلنا انه المحلول مالتي راح يحدث عملية فصل بين السولفنت والسوليوشن، يعني السوليوشن والبيور سولفنت، عن طريق السيمي بريميبل ممبرين. هنا قلنا هذا الممبرين الغشاء اللي موجود عندنا راح يسمح فقط بنضوح السولفنت، البيور سولفنت، وما يسمح بمرور السوليوت من خلاله. زين، بمرور الوقت حجم المحلول راح يزيد مقارنة بحجم السولفنت اللي راح يقل. إيش وقت راح تتوقف هالعملية؟ طبعا راح تتوقف عند الوصول إلى مرحلة التوازن. طبعا هاي عملية التناضح راح حتى تحدث نحتاج إلى وجود أزموتيك بريشر، يعني ضغط أزموزي أو ضغط تناضحي. والضغط التناضحي نقدر نعرفه بأنه هو مقياس الميل المحلول لسحب الماء عن طريق عملية التناضح. يعني أنا هنا كل ما زاد تركيز السوليوشن مالتي، كل ما أحتاج إلى أزموتيك بريشر أعلى، وبالعكس. طيب طبعا التركيز المحاليل المتناضحة نقدر نطلق عليه تركيز أوزمولاريتي، اللي هو يمثل للتركيز المولاري، وايضا ممكن يكون عندي الاوزمولاريتي اللي هو التركيز المولاري. زين، بالنسبه للاوزمولاريتي نقدر نعرفه بانه هو ما يمثل لي حاصل ضرب التركيز المولاري بعدد دقائق عدد دقائق السوليوت اللي موجوده بالمحلول المتناضح، او اقدر اقول بانه هو عدد الاوزمول من السوليوت الكل لتر من المحلول. يعني وحدة القياس مالتي راح تكون أوزمول بير لتر. زين، هنا ال 1 أوزمول هو شيء يمثل لي 1 مول اوف سوليوت، يعني وال 1 مول هو اللي احنا نعرفه انه عدد أفوغادرو من الجزيئات بالكيلوغرام الواحد من المي، او باللتر الواحد من المي. زين، اذا هنا من نجي نعرف من خلال تعريف الاوزمولاريتي راح يتوضح عندي انه اني دا اعتمد على عدد دقائق البارتيكلز اللي موجوده بالسوليوشن، وليس على نوع البارتيكلز اللي موجوده بالسوليوشن.
الموضوع الآخر أنه أنا التركيز التناضحي أو الأوزمولاريتي بسوائل الجسم نعتبره جدا مهم، لأنه راح يأثر لي على حركة الماء داخل وخارج خلايا الجسم، واللي إن شاء الله راح نشوفه بنهاية المحاضرة من خلال الأمثلة اللي راح نوضحها بكريات الدم الحمراء. الشكل اللي أمامكم ده يوضح لي الأوزماتيك بريجر، وأنه يعني حسب البريجر اللي أو مقدار الضغط الأزموزي اللي ده يستخدمه الغشاء حتى يؤدي لعملية التناضح، ممكن أنه يكون عندي أيزوزماتيك أو هايبر أوزماتيك أو هايبوزماتيك. الشكل هو لي يعني الأطلاع وليس للحفظ. قبل شوية ذكرنا أنه التركيز الأوزمولاريتي جدا مهم بالنسبة للخلايا داخل جسم الإنسان، لأنها تمثل لي أو يعني تكون عامل مؤثر على يعني كمية الماء داخل وخارج الخلايا. زين، اعتمادا على مقدار السوليوت والسولفنت اللي هو الووتر، راح تتقسم عندي الانفايرومنت مالتي هنا عند ثلاث أقسام. هي إما تكون عندي الهايبر تونيك إنفيرومنت، ومن مقطع هايبر نعرف أنه أنا عندي ارتفاع، لكن ارتفاع بمن راح يكون؟ راح يكون عندي تركيز السوليوت هو العالي، في حين التركيز الووتر راح يكون منخفض. الهايبوتونيك إنفيرومنت راح يكون هنا تركيز الووتر عالي وتركيز السوليوت واطي، يعني عكس الهايبرتونيك. لما أوصل للأيزوتونيك إنفيرومنت أعرف أنه أنا عندي إكوالبيريوم، وتكون عندي كمية الووتر مساوية للسوليوت. راح ناخذ مثال على الخلايا اللي موجودة داخل جسم الإنسان. راح ناخذ كريات الدم الحمراء الار بي سي. نجي على أول حالة اللي هي الأيزوتونيك، اللي هي حالة الإكوالبيريوم، واللي تكون بها كمية المي المنتقل داخل الخلايا وخارج الخلايا تكون يعني مساوية متساوية. وهنا نشوف انه السوليوت كونسنتريشن بداخل الخلايا مساوي لتركيز المحلول اللي هو خارج الخلية. بدنا نشوف شكل كريات الدم الحمراء، يعني شكلها متوازن، ما عندي حالة انتفاخ ولا تكون يعني الشكل الجزيئي انه حالة انبعاج مثل ما راح نشوف بالسلايدات الجاية. هذه هي الحالة نسميها بالايزوتونيك. الحالة الثانية اللي هي الهايبرتونيك، هنا بالهايبرتونيك نشوف انه يحدث عندي انكماش للخلايا نتيجة انه المي اللي راح ينتقل من خارج الخلايا يكون تركيزه شبيه، يعني التركيز داخل السوليوت داخل الخلايا راح يكون واطئ، فيبدي الماء ينتقل وين؟ إلى خارج كريات الدم الحمراء. هذا بالنهاية راح يأثر على شكل الخلية ويؤدي إلى حدوث حالة الانكماش. الحالة الثالثة اللي هي الهايبوتونيك، وقلنا بالهايبوتونيك راح يكون تركيز السوليوت بداخل الخلية أعلى مما هو عليه مما في خارج الخلية. زين، نتيجة أن تركيز السوليوت بداخل الخلية عالي راح يؤدي إلى انتقال الماء من خارج الخلية إلى داخلها، وهذا بالنهاية راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى انتفاخ كريات الدم، ومن ثم مثل ما تشوفون بالصورة بعد الانتفاخ راح تبدي تنفجر. فهذه هي الحالة الثالثة اللي هي الهايبوتونيك. الجدول اللي موضح أمامكم هو يعني نقدر نقول خلاصة أو مقارنة ما بين الهايبرتونيك والأيزوتونيك والهايبوتونيك. هنا ماخذين المثال ككريات الدم الحمراء، لكن هو بصورة عامة احنا من نحكي ده يعني هو راح يعني هذا اللي راح يصير الكل أي نوع من أنواع الخلايا اللي موجودة داخل جسم الإنسان نتيجة حدوث وحدة من هذه الحالات. فاللي يحب يقرأ يعني من خلال الجدول أو يريد يراجع كل سلايد بسلايده يعني ماكو مشكلة، هي نفس المعلومات مو أكثر. إلى هنا انتهت هذه المحاضرة. أي سؤال أو استفسار عن أي سلايد نقدر نتناقش بإن شاء الله من خلال جوجل كلاس روم. تحياتي لكم.